أعمل في شركة أرامكو ويوجد نظام ادخار بفائدة وبدون فائدة، أما الاستثمار بفائدة فيحصل الموظف على الفائدة متى شاء، أما باقي المبلغ المودع فيحصل على ضعف المبلغ بعد انتهاء الخدمة عند التقاعد سن 60. أما النوع الثاني من الاستثمار بدون فائدة فيحصل الموظف على ضعف المبلغ بعد سن التقاعد 50 أو 60 سنة. وعند سؤال إدارة الادخار كيف يحصل الموظف على هذا المبلغ الكبير، يقال إنها مكافأة من الشركة للموظف، والأموال المودعة تشغل في مضاربات البترول، هل هذا جائز؟ نظام الادخار ربا، فلا يجوز العمل بنظام الادخار. صادر فيه فتاوى من اللجنة الدائمة خصوصا الادخار عند الشركة أرامكو، هذا فيه ربا، فعلى السائل أنه يتوب إلى الله ويترك هذا العمل. نعم. يقول وإن قالوا ما يصدقون في كلامه. نعم.